أم البنين، وتلك أروع كنية دوت فألهمت النفوس فداء. عرف لنا يا سيد من هي أم البنين؟ قال: البعل حيدر والبنون كواكب يعلوهم قمر يشع بها قمر إذا ما لاح نور جبينه خفقت جميع النيرات حياء. سلام الله عليك يا أبا الفضل. قمر وإخوته كواكب كربلاء طلعوا بها يا فتلألأت نوراء. ماذا فعلت أم البنين بأقمارها الأربعة؟ قال: جادت به أم البنين، ونعم ما جادت به لابن النبي فداء. بذلتهم للسبط قربانا فلم يستسلموا حتى قضوا شهداء. يا مؤمنون، المرأة الأم إذا فقدت واحدا من أولادها تبكي عليه ليلها ونهارها، لكن أم البنين يقول الشاعر: فغدت بهم أم البنين قريرة فرحانة. ليش؟ غدت بهم أم البنين قريرة إذ أسعدت بفدائها الزهراء. ولهذا فاطمة تشكر لأم البنين هذا الموقف العظيم في عدة مواطن. موطن المعروف، الموطن المعروف ساحة المحشر، هذا كلكم سامعين به. لكن الشاعر يقول أكو موقف ثاني: دائما وأبدا فاطمة مو هي اللي تستقبل زوار ابنها الحسين، عندها وصية إلى الزوار. هذا شكر لأم البنين. يقول: الزهرة تنادي والدمع يجري من العين، سمعوا وصيتي يلتزور أولادي يحسن. قولي مولاتي: زور أبو فاضل إذا زرت عضيدا، لا تترك اللي قطع ومن نزنودا، لا تترك اللي بالسهام صوب وجوده. أولادي أبو فاضل عزيز وقرة العين.
بعد بعد لا تنسوا اللي بالسهم صوب وعينه. هذا الشطر عليكم. ها لا تنسوا اللي قطع شماله او يمينه ويمينه ويمينه. لا تنسوا اللي بالعمد راسه فاضخين زوروه لا ينكسر خاطر ام الابني. اشقد العباس عزيز على الزهرة، تقول يا ناس العباس عندي مثل واحد من اولادي. هنيالك يا ابو فاضل وتقطيع زندنا ترى قطاع افادي وانا بيوم القيامة بمحضر الهادي. اول شكاية الخالقي ارفع الكفة. الله الله الله. بعد اسمع هالبيت. ها اشقد العباس عزيز عند الزهرة تقول انا ارفع جفوفا انا ارفع جفوفا قبل ما اذكر ضلوعي. الله. انا ارفع جفوفا قبل ما اذكر ضلوعي وتقطيع جفنا ترى اجراها دموعي واللي يهيج راعتي ويزيد لوعي من اذكر مطروح واذكر وحدة تحسن. انا لله وانا اليه.